بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فقرتنا الرياضية، فقرة الكورة مع بيبو. فقرتنا هتتكلم عن أهم الأحداث الرياضية، هتتكلم عن جميع المشاكل الرياضية الموجودة على الساحة، عن جميع الإيجابيات الموجودة على الساحة الرياضية. في البداية أنا بحب أهني جمهور نادي الزمالك، وأحب أهني سيادة المستشار مرتضى منصور، وأحب أهني مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحب أهني جمهور مصر جميعا بفوز نادي الزمالك باللقب السوبر الأفريقي. في الحقيقة كنت عايز أتكلم عن حاجات كتيرة جدا بخصوص فوز الزمالك في كأس السوبر الأفريقي ومشاركة الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية. في الفترة الأخيرة ظهرت ظاهرة سلبية، يعني سلبية بدرجة غريبة جدا. بقت في ناس بتطلع وبتتكلم، والأهلي والزمالك وجمهور الأهلي ما بيقفش مع جمهور الزمالك، يعني حاجات غريبة بتحصل. فللأسف يعني عايزين حل، أو عايزين يعني نطور من عقليتنا ونطور من فكرنا ونزود من وطنيتنا شوية. يعني في الاول في ايام في الثمانينات كان في ماتش، لو افتكر يعني كان في ماتش مع الزمالك في الجزائر، كان مغلوب الزمالك في الجزائر 3-1، وكان مطلوب من الزمالك ان هو يكسب في مصر 3-0. قام الكابتن محمود الخطيب بنفسه راح حضر التمرين مع نادي الزمالك بتيشيرت نادي الزمالك ودعم فريق نادي الزمالك، وجمهور نادي الاهلي راح مع نادي الزمالك وقف 30 حوالي 30 الف متفرج مع نادي الزمالك، وكانوا بيشجعوهم ويساندوهم. وردا للجميل جمهور نادي الزمالك كان في ماتش بعديه للنادي الاهلي برضه راح حوالي 40 الف متفرج، راح دعم الفرقه ووقف مع الفرقه، والفرقتين صعدوا في الفتره دي، الفرقتين صعدوا. لكن احنا في الحقيقه حاليا بنشوف ظاهره غريبه، اللي بيطلع يتكلم واللي بيطلع يقول جمهور الزمالك واللي بيطلع يقول جمهور الاهلي. طب ليه؟ طب ما اي فريق بيلعب بره مصر بيمثل مصر، ليه احنا ما نقفش جنبيه وليه ما ندعموش؟ ليه الجمهور مصر كله ما يدعمش الفريق اللي بيلعب بمصر باختلاف الالوان؟ يعني باختلاف الالوان، الاحمر او الابيض او الاصفر، الاسماعيلي او سموحة او وادي دجله، اي فريق من الفرق، لازم اي فريق من الفرق طالما بيلعب بره مصر يبقى بيلعب باسم مصر كانه منتخب مصر. يعني لازم الكل يقف في ظهره ويشجعه ويدعمه. في الحقيقة أنا الموضوع أنا مستاء منه جدا، يعني والناس كلها بتتكلم عليه بصورة سلبية جدا، فنحاول نطور من عقليتنا ونحاول نطور من يعني من وطنيتنا. الشعب المصري معروف إن هو وطني، معروف إن هو وطني، أهلي وزمالك مش هتفرق. يعني مش حلو إن مدرب الترجي ومدرب صن داونز يطلع ويتكلم. مدرب صن داونز الجنوب الافريقي لما طلع وبيقول انا هكسب الاهلي بنفس السيناريو بتاع السنه اللي فاتت في دور ربع النهائي، ما يعني ايه اللي خلى الناس دي تتكلم علينا كده؟ السوشيال ميديا بدات تشتغل، الناس بدات تتكلم، بدات تقطع في الناس، بدات ده يطلع يتكلم وده يطلع يتكلم. يا جماعه ما ينفعش، يا جماعه احنا محتاجين وقفه مع نفسنا. الجمهور كله لازم يقف في ظهر الاهلي والزمالك واي فرقه بتلعب في بطوله الامم الافريقيه، في بطوله افريقيا. اي لازم يعني لازم ندعمهم، مش هينفع كده. لازم نرفع رايه مصر، لان الفريق اللي بيروح بيمثل مصر. فيا جماعه انا بناشد الناس كلها وبناشد الاعلاميين يتكلموا برضو في النقطه دي، يعني ده حاجه مهمه جدا، يعني التوعيه وازاي ان احنا نشجع وازاي ان احنا نقف ورا الفرقه المصريه وندعمهم وما نسيبهاش. والان مع ضيفنا العزيز معانا النهارده، هنتكلم عن شخصيه رياضيه، هنتكلم عن شخصية طموحة جدا. معانا النهاردة الكابتن محمد عبد العزيز، مدرب الكونغ فو. أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بيك يا محمود بيبو. أهلا بيك يا فندم، نورتنا يا فندم. نورك يا باشا. فندم كابتن محمد، كنا عايزين تعرفنا بنفسك. محمد عبد العزيز عبد الحليم، مدرب كونغ فو بأسيوط، مركز الجوسية، نادي مركز شرق الجوسية. تمام يا فندم. 25 سنة، حصلت على بطولات أسيوط، بطولات رحت بطولات جمهورية كتيرة وشاركت في بطولات كتيرة خالص، وإن شاء الله في عندي بطولة جمهورية يوم الخميس القادم بإذن الله في أسيوط بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق يا فندم. كابتن محمد، عرفنا بدأت إمتى وبدأت إزاي ونشيتك كانت فين وكانت مع مين؟
يعني عايزين نعرف الحاجات دي كلها. اتفضل يا فندم. لعبت في 2005 كنت وقفوه في نادي القصية في اللي هو المركز بتاعي مع الكابتن محمود خراشة، الكابتن بتاعي اللي هو يعتبر الأب الروحي بتاعي. فكابتن محمود حببني في اللعبة خالص بصراحة، وإخواتي برضو فضلوا يرجع لأهلي وإخواتي وأبوي وأمي. مين كابتن محمد كان دايما بيدعمك؟ مين كان دايما واقف في ظهرك؟ يعني مين كان دايما لما تحس ان الدنيا ضاقت بيك تجري تتكلم معاه، تحس ان هو دايما بيساندك دايما بيدعمك؟ اكيد في شخصيه دايما في حياتنا بنلجأ لها لما الدنيا بتضيق بينا، فانت مين يعني اللي كان دايما بيدعمك وبيساندك وبيتكلم معاك وبيحفزك؟ الكابتن بتاعه والله، الكابتن محمود خراش، الكابتن بتاعه هو اللي كان بيدعمني على طول بالكلام بتاعه ويحفزني، بيديني روح معنويه خالص حلوه خالص في الكلام. ابدا، ما تخافش من حد، ما حدش عندك حاجه، تحاول عشان ما تبقى تستسلمش. عشان ما تستسلمش خالص، و بيديني حافز كويس خالص في اللعب. تمام. يعني ايه العقبات يا كابتن محمد اللي واجهتها في حياتك؟ يعني ايه الصعوبات اللي انت واجهتها في خلال يعني او المرحله اللي انت بدأت فيها في اللعبه وعرفت تتخطاها ازاي؟ يعني ازاي قدرت تتخطاها ومين واقف جنبك في الصعوبات دي وتخطيتها ازاي؟ اتفضل. اول بدايه لعبي كانت طبعا اغلب الناس كفايه لعب بيحاولوا يحبطوني خالص باللعب، ما تلعبش، ما فيش فلوس، ما فيش دعم، ما فيش اي حاجه خالص بتخش لك من اللعب خالص. ما فيش اي حاجه بتخش لك دعم دعم من النادي ولا من عامه الناس بتدعم بره، حاجه بيدعم خالص النادي. تمام. مفيش رجال اعمال بتدعم؟ مفيش خالص، لا مفيش خالص، مفيش دعم بيجي من؟ مفيش دعم خالص بيجي خالص، كله كلام وهم بس. تمام. حد بيحضر معاكم بطولات؟ حد بيتكلم معاكم؟ حد بيعمل لكم اجتماعات معسكرات؟ الامور دي بتتم معاكم ازاي يا فندم؟ مفيش خالص حاليا معسكرات خالص، في معسكرات بيعملوها حاليا اسيوط بس بتعمل معسكرات بس اللي هو السنه اللي الماضيه دي، لكن حاليا مفيش معسكرات خالص. حتى اللعب حاليا لعب كويس خالص على الاول، بس برضه مفيش دعم خالص للعيبه، ده عشان لعبه فرديه مفيش فلوس خالص ليها. امال يعني بتقبضوا ازاي؟ ولا الحياه معاكم في النادي عامله ازاي؟ بتاكلوا تشربوا منين؟ بتصرفوا منين؟ بدل سفر منين؟ كل ده يعني هو تدريبات خاصه بره، وتدريبات خاصه بره، لعيبه خاصه بره في مكان خاص. اما في التمرين تبع مركز الشباب اللي بتمرن فيه بناخد اللي هو نسبه التمرين بتاعنا بس. تمام. اللي هو 40%. تمام. هو مين يا فندم ماسك مركز الشباب حاليا؟ الاستاذ مصطفى السنوسي بهجات، رئيس مركز شباب قصية، هو محترم جدا وبيقف معنا في اي مشكله بتحصل تواجه الكونغفو او النادي المركز الشباب عامه. تمام. هو اللي بيسندنا فيها وكويس خالص معانا في اي مشكله، هو اللي بيقف معانا، يعني هو في ظهرنا على طول في اي حاجه. تمام. يعني هو بيدعمكم ماديا ولا بيدعمكم معنويا فقط؟ والله هو كويس خالص معانا معنويا وماديا برضه، يعني ما بيأثرش ماديا، مش بيأثر معانا في اي حاجه خالص، يعني بيقف معانا كأب يعني. تمام. دور اهلك يا كابتن محمد، يعني دايما الاهل كده يعني بيبقوا زي الفاكهه كده في حياتنا، دور اهلك كان عامل معاك ازاي في الرحله بتاعتك بتاعت الكونغ فو؟ والله طبعا هو الفضل كله طبعا يرجع لاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى. تمام. مع اخواتي بيقف معايا خالص في بدايه حياتي، كان بيقف معايا اي حد كنت بكلمه من اخواتي كان بيبعتوا لي فلوس، ما اشتغل اللي انت عاوزه نبعته لك، حاول تكمل، حاول تبقى كويس، حاول تعمل حاجه كويسه لنفسك. ما بيقف معايا بصراحه ربنا كلهم خالص يعني. ربنا يخليهم لك يا محمد. الله يبارك فيك. انت شاركت في بطولات قبل كده كتير طبعا، او اكيد يعني احكي لنا بقى عن البطولات اللي انت شاركت فيها والبطولات اللي انت اخذتها والبطولات اللي انت قابلتها وقابلت فيها صعوبات، احكي لنا كده عن البطولات اللي انت كنت شاركت فيها. شاركت اول بطوله ليا في اسيوط، يعني كانت هزيمه ليا في اول بطوله ليا في اسيوط، فاول رحله ليا كانت البطوله دي في اسيوط التزمت فيها. تمام. فطبعا ما استسلمتش الحمد لله رب العالمين، يعني استخدمت الهزيمه دي دافع قوي. الهزيمه عملت دافع قوي خالص ليا، وانه هدف ان انا لازم خلاص التزمت اول بطوله لازم اشوف ايه الهزيمه اللي التزمتها ازاي. تمام. لازم اتعب، لازم اجتهد في التمرين، لازم ما بقعدش في مكان واحد. تمام. اشوف ده بيشتغل ازاي، ده بيشتغل ازاي، اعمل احتكاكات مع ده ومع ده لحد ما ربنا كرمني في البطوله اللي بعديها على طول مباشره، بقيت المستوى بيبتدي يتحسن خالص، كل بطوله المستوى يتحسن خالص. تمام. والحمد لله مرتب صوت على طول الاول على التوالي على طول.
كابتن محمد، عايزين نعرف شكل التمرين بتاعك بيبقى عامل ازاي؟ يعني اكيد حد زيك دخل بطولات، اخد بطولات، بتفرق بين لعيبه عن التاني طبعا في التمرين، اللي بيدي الافضليه للعيب عن التاني اكيد التمرين وكتر التمرين وكده. يعني التمرين بيبقى عامله معاك ازاي انت؟ انا في التمرين اصلا يعني ما فرقش بين ده ومن ده خالص. تمام، كمدرب يعني ولا كمدرب وكلاعب؟ انت مدرب ولاعب حاليا؟ انا مدرب ولاعب حاليا. تمام. طب ازاي قدرت يعني بتوفق ازاي بانك بتدرب وبانك بتتمرن او لاعب؟ لا، هو اولا معايا الكابتن علي مرزق، اخويا اللي هو الكابتن علي مرزق، اللي هو ده دافع برضه ان ابقى مدرب معاه. تمام. ده يعني الكابتن علي مرزق ده بطل الجمهوريه اصلا، وكان المفروض يخش منتخب مصر. تمام. لاعب اسمه طلائع الدياش، كابتن علي مرزق كابتن محترم جدا، وتمرين في التمرين بتاعه كويس خالص، كان بيخش بالتمرين مع بعضينا هو، فانا كنت بخش مع اللعيبه كلاعب ومدرب، بغير هدومي وبرضه بنزل معهم التمرين بتاعهم، بنتمرن مع بعضينا، واللعيب بتحب التمرين خالص معانا، اللي هو خلاص الكابتن ده اخونا، مش فيش اي فرق بيننا خالص، اي حاجه بيعوزوها في بره التمرين بيحتاجوها مننا كاخ كبير. اكيد، بس يعني الموضوع ده بيحتاج انك تبقى بروفيشنال قوي، يعني بيبقى محتاج انك تبقى عالي قوي عشان تعرف، يعني بتبذل مجهود، يعني مجهود جبار اكيد، يعني بتتمرن وفي نفس الوقت بتدرب، بتبقى محتاج انك تركيز ذهني برضو عالي تشتغل عليه. انت بتعمل ده كله ازاي يعني؟ والله اتفق عند رب سبحانه وتعالى. اولا يعني نعم بالله فن. اولا التمرين الرياضه ما فيش اي تاثير خالص على اي لاعب ولا اي مدرب. تمام. فطبعا الاجتهاد ده انا بجتهد كمدرب ومعايا اللعيبه وبتمرن، وفي اوقات اللي هو اوقات الصيف بيبقى طبعا عدد كبير، فبحتاج ارتاح فيها، يعني اللي هو امرن بس ما بتمرنش مع اللعيبه. بنعمل اوقات تمرين اللي هو القدام مع بعض، القدام اللعيبه القديمه الابطال. تمام. بخش وصلهم في التمرين ونتمرن مع بعضينا ونلعب مع بعضينا فايتات، اللي هو واحد قدام واحد، خصم. الناس بتتكلم عليك زيزو زيزو، احكي لنا عن شهرة زيزو. انت اسمك محمد عبد العزيز وشهرتك او الناس بتنزلك زيزو، احكي لنا بقى الاسم ده حكايته ايه معاك يعني؟ والله انا فخور جدا باسم زيزو خالص يعني، واحب اي حد يقول زيزو. اكيد، يعني ايه الاسم المفضل عشان خاطر بالنسبة لك؟ انا اصلا الاسم ده على والدي، تمام. اسم والدك اسمه عبد عبد العزيز. العزيز، فانا دايما بقول زيزو على طول، فانا بحب يعني جدا حد يقول زيزو، انا احب ان انا افتخر اولا بالوالد. اكيد طبعا، كلنا بنفتخر بوالدينا طبعا، ولازم نكون برين لهم، ده حاجه كبيره خالص بالنسبه لي كل في الدنيا. الاحترام والتقدير طبعا يعني. طب يا كابتن محمد، ايه الخطوات اللي بتفكر فيها في الفتره الجايه يعني، ان شاء الله الفتره القادمه؟ هو اخر سنه ان شاء الله السنه دي كلاعب. تمام. فابتدي ان شاء الله السنه اللي باذن الله الايام الجايه باذن الله. تمام. هبدا تدريب بس. تمام. كمدرب بس، وان شاء الله باذن الله اي لاعب يحتاجني في اي حاجه، فطبعا ان شاء الله اكون جنبه، اللي ما حققتوش لنفسي ان شاء الله احققه للاعب اللي قدامي. تمام باذن الله يعني. تحب تقول ايه يا كابتن زيزو؟ اقول لك يا زيزو ولا اقول لك يا محمد؟ الاثنين واحد. ماشي، انت بتحب زيزو، انا اقول لك يا زيزو. كابتن زيزو، يعني تحب تقول ايه او تنصح الشباب او البراعم اللي عايز يبدا اللعبه، يعني تنصحه بيه او يبدا ازاي؟ هو اولا الناس كلها ضغط عنا اللعبه بتنهي اللي هو عن الرياضه، او بتلهى على الرياضه خالص. تمام. بتنهى على الدراسه. ده حاجه غلط خالص. تمام. عقليه غلط خالص. التمرين الرياضه عامه حلو خالص بالنسبه لاي حد بيتعلم. اكيد. طب انت وفقت ازاي بين الرياضه وبين الدراسه بتاعتك؟ يعني كنت بتحضر التمرين ازاي، وكنت مثلا تحضر الدراسه ازاي؟ يعني احكي لنا عن الموضوع ده. هو اولا انا اهم حاجه عندي الرياضه. تمام. ده نمبر 1 عندي الرياضه، يعني احب الرياضه جدا. التعليم برضه، التعليم مهم يا فندم برضه. تمام، مهم خالص، بس انا يعني احب الرياضه خالص، وعامه مش بيلغى التعليم خالص برضه. تمام. ده بالعكس بيديك دافع خالص للتعليم برضه، فكريه حلوه خالص ان اللاعب ان ابنك يبقى في الرياضه. ما هو لو وقعت في البيت ابنك تلفزيون، هيبص على تلفزيون، هيبص على ايه في العاب ملهاش لازمه خالص. فالرياضه دي احسن له من اي حاجه خالص يعملها. تمام. بيفرغ الطاقه بتاعته خالص. كابتن محمد، انت ما فكرتش تدخل بطوله على يعني بطوله عالميه، او ما فكرتش يعني تروح نادي تاني؟ ما فكرتش يعني انتقالات كده؟ احكي لنا عن الاجواء دي. لعبت سنه 2017 باسم طلعت الديش. تمام. القاهره،
وحققت معهم بطوله القاهره ورحت الجمهوريه معاهم مع طلاع الجيش. مع طلاع الجيش وصلت طلاع الجيش. وصلت طلاع الجيش وصلت دور الثمانيه في طلاع الجيش برضه في الجمهوريه. وصلت دور الكام؟ الثمانيه في الجمهوريه. تمام. طبعا انا يعني باذن الله يعني هو اي لاعب الصعيد كلها عامه فيها المنيا بسم الله ما شاء الله فيها ابطال عالم عندنا الصعيد. تمام. والناس بسم الله مستواها حلو خالص. تمام. ابطال عالم وكويسين جدا. فهو اللاعب اللي عاوز يستمر اللي عاوز بطل هيبقى بطل. اكيد بيبقى عندك هيبقى بطل. وهدف تبقى حاطه قدامك. الطموح والهدف اهم حاجه عندك تبقى لازم هدف تحطه قدامك. عندك عزيمه توفر وقتك يبقى عندك اصرار. وابعد عن اي حد يقول لك كلمه توقف عن التمرين او أكيد عن الناس الرياضه. الناس اللي بتحبطك. الاحباط خالص بتحبطك. ابعد عن الاحباط خالص. طبيعي طبعا طبعا يعني لازم تبعد عن الناس اللي بيأثر عليك بالسلبي، الناس اللي بتتكلم معاك يعني بصوره يعني تقول لك لا ومش هتوصل لا لا والكلام فكرة ده غلط خالص. يعني هو انا كشخص مثلا المفروض انا ما اخش بكلام اي حد اللي هو يفشل يخليني افشل. تمام. انا عندي هدف لازم احققه. تمام. ماليش دعوه بحد خالص، ارمي كل هموم وكل حاجه ارميها ورا ظهري خالص. اكيد طبعا يعني لازم تحط قدامك هدف، طول ما انت حاطط قدامك هدف يعني مش هتبص اللي حواليك. انا بعد ما احقق الهدف بتاعي كله هيبص لي بصه حلوه خالص عادل، كل اللي كان بيحبطنا ايه حاول ايه طبعا طبعا اكيد هيحفزني. اكيد طبعا. فلازم يعني اقول لكل لاعب بيلعب كونغ فو بالذات ان دي لعبه تعتبر قويه خالص. تمام. ايه مميزات الكونغ فو يا كابتن محمد؟ الكونغ فو قوي جدا، عاوزه بدني عالي خالص. تمام. الجيم وكده. عاوزه بدني وعاوزه فتنس وعاوزه جيم وعاوزه لياقه خالص الكونغ فو. تمام. فلعب الكونغ فو اصلا ده مقسم ثلاث العاب اللي هو البوكس، تلعب بوكس مع في الكونغ فو. البوكس تبع الكونغ فو؟ فيها كونغ فو، فيها كونغ فو، ما في مقسمه ثلاث مراحل، بوكس ومقسمه رجل اللي هو تايكوندو. تمام. ومقسم مصارع اللي هو الجودو. تمام. تمام. فالكونغ فو عشان تلعبها صح لازم تتمرن، لازم بص ما اقولش انا عاوز ابطل انا قاعد في بيتنا. تروح الجيم وتشتغل على نفسك سرعات وبدني وما اقفش مثلا في نادي واحد، لازم ابص على النادي الثاني بتشغل ازاي، اعمل احتكاك مع ناس غريبه. طبيعي. لازم التمرين بتاعي اغيره، لازم اعمل برامج على نفسي، لازم انا اسال. لا انا كلاعب ما فيش فلوس بحد بتخش لك مدرب، المدرب يعني ده غصب عنه. فلازم اللاعب يجري على نفسه شويه. كابتن زيزو تنصح يعني تنصح اللعيب اللي بيمارس الكونغ فو كوجبات غذائيه، يعني ايه الوجبات الغذائيه المفيده ليه وايه الوجبات الغذائيه اللي المفروض انه يبتعد عنها او ما يقربش منها؟ يعني احكي لنا عن الموضوع ده. هو وجبات غذائيه بالنسبه للكونغ فو، اصل الكونغ فو برضه فيه اوزان، في كل لاعب احنا بنلعب اوزان معينه. تمام. فطبعا هو ياكل براحته بس اهم حاجه التمرين. تمام. يعني حرارية. لازم يتمرن باستمرار. لازم يتمرن باستمرار. تمرين يعني للبراعم او للبرعم اللي هو هيبدا كونغ فو، يعني بيبدا من كام سنه كونغ فو، وبيبدا اوزان من كام سنه، او بيبدا من المرحله الكام، وبيدخل بطولات يعني من بعد سن كام؟ واحنا عندنا اصلا من اول اربع سنين مواهب. تمام. في مرحله اسمها المواهب اللي اصغر حاجه لحد سبع سنين، لحد سبع سنين مواهب. تمام. تمام. دول المواهب يعني اللي هو اصغر حاجه اصغر سن. بعدهم البراعم، بعدهم الناشئين. طبعا الاوزان دي المواهب دي من اصغر وزن، يعني ممكن من 23 كيلو، ممكن 20 كيلو عادي. 23 كيلو؟ المواهب اصلا فيها ده اطفال. تمام. ما انا بقول على كده يعني الاطفال ممكن ما تستحملش اوزان او ما تستحملش جيم في الفتره دي او في العمر ده. لا لا المواهب دي مش عاوزين جيم، المواهب دي عاوزين يحبوا الرياضه، يعني ينموا جسمهم شويه في اللعب. جري يحب اللعب، اهم حاجه في الطفل نفسه، اهم حاجه في الطفل نفسه المدرب يحبه في اللعب. تمام. هو المدرب طبيعي يعني لما يعني لما المدرب بتاعك بيكون كويس معاك، بيكون مرن معاك، فطبيعي يعني بيسهل لك طريق، يعني طريق بعيد جدا، يعني بيسهله لك انك يعني بتعرف تتعامل معاه كويس، بيعرف تتعامل مع نفسيتك كويس. واكيد انت كابتن زيزو ويعني واجهت يعني المشوار ده، اكيد واجهك يعني انك كتير خالص. طبعا كتير خالص جدا يعني. وانا عامه انا حصلت لكده، انا الكابتن اللي حببني في اللعبه خالص كابتن محمود. تمام. فانا برضو في اطفال اصلا، في اطفال كويسه بتحب المدرب اللي هو يكون معها كويس، اعمل كذا وبالراحه برضو وتفهمها بالراحه. تمام. في اطفال تزعج فيها برضو بس بطريقه حلوه برضو بحيث ما فيش ضرب. تمام. كابتن محمد عبد العزيز الشهير بزيزو، شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، ونورتني وشرفتني في برنامجنا الكوره مع بيبو. شكرا كابتن محمود، شرفنا بحضرتك خالص، وان شاء الله ربنا يكرمك بالجامعه في القادم باذن الله،
وانت طموح جدا، فانا شايفك طموح خالص يعني. كابتن محمود اعلام ان شاء الله كبير خالص باذن الله. ربنا يخليك يا فندم، شكرا خالص يا فندم. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه فقرتنا الكوره مع بيبو. انتظرونا بكل ما هو جديد في الايام القادمه. وفي الحقيقه انا كنت عايز بس نداء بسيط كده بمناسبه مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. كنا بنطالب بلافته رياضيه بين لاعيبه الاهلي وبين لاعيبه الزمالك عشان نتجنب الفتن اللي شغاله في الوقت الحالي. يعني لو كابتن فرقه النادي الاهلي وكابتن فرقه نادي الزمالك راحوا وشجعوا وعملوا لفته طيبه لجمهور الاهلي وجمهور نادي الزمالك هتفرق كتير جدا جدا. احنا كلنا مصريين، احنا كلنا واحد، احنا كلنا لازم ندعم الرياضه المصريه. في الاول وفي الاخر لما الاهلي يبقى كويس او الزمالك يكون كويس، كل ده بيصب في مصلحه المنتخب الوطني ومصلحه يعني الرياضه المصريه والصوره المصريه. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.